السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي لي روسيت فاسيل دو عسلة. اليوم راح نديرو مع بعضنا دي شوكولا فوغي. حبيت ندير هاد الوصفة كي راهي قريب لا رونتري ديكول، ان شاء الله يدخلوا ولادنا بصحة ولهنا، وان شاء الله يرفع علينا ربي هاد الوباء يا رب. هاد الشوكولا فوغي واش نديرو فيها؟ عندنا دي لي بيسكوي بوتي بور، عندنا شوية مكسرات اللي حبيتو، كاوكاو، لوز، جوز، رحوهم، حمصوهم ورحوهم، كمية قليلة. عندنا شوية زبيب، عندنا مغرف كبيرة تاع زبدة دايبة، عندنا شوكولاتة الطل اللي درتها في الميكرووند باش تطلق روحها شوية باش تجينا سهلة في الخدمة. عندنا الشوفان اللي كنت حمصتو شوية، رقائق الشوفان اللي فلوكون دافوان. عندنا شوية لو ريسوفلي اللي هو يتباع، عندنا حبيبات تاع بندق مين نديروهم هكذا يا حبات داخل لا فارس هذه. وعندنا بيان سور لو شوكولا، عندنا درت دو تابليت دو شوكولا، زوج تابليطات، وحده نوار وحده اولي. دوكو راني قطعتهم هكذا، دوكو واش ندير؟ نجوزهم في الميكرووند ولا في البان ماري وندوبهم ونجوزو للتحضير. دوكا الحاجه الاولى اللي درناها هي ان دوبنا لو شوكولا ديالنا ونخلوه دو كوتي. واش نديرو دوكا؟ نجيبو لو روبو ونكونكاسيو هاد لي بوتي بور هنايا، ونزيدو هاداك رقال لو ريسوفلي ثاني، غير نكونكاسيوهم برك. بعد ما رانا رحينا شويه لو بيسكوي ولحمو سويت لقعدو شويه كبار، نكملوهم بيدينا هكذا. هذا مكان دوكا نجيبو ان ريسيبيون ونديرو لو ميلونج، نكرو لو ميلونج تاعنا هكذا. كيما قلت لكم الا قعدو شويه لي بيسكوي شويه كبار باسكو ما لازمش يتلحى كامل، غير نكسروه برك هكذايا. نديرو الزبيب، نديرو الشوفان، ونديرو المكسرات، كاوكاو، لوز، جوز، اللي حبيتو، نخلطو كامل هكا النواشف، نخلطو النواشف هكدا ونلمدوهم بالشوكولا اتارتيني هكدايا. نديرو مع اللول زوج مغارف ونشوفو الا لازم نزيدو نزيدو. المقدار تاع المكسرات والبسكويو كامل سي انتي واش حبيتي، ما تتقيديش بكيل. ونزيدو هذه الزبده اللي درناها هكذايا هكذا، ونخلطو كلش. دوكا نزيدو مغرف، هاي ما كفاتش هاد لا كويير، نزيدو مغرف ونص هيا هكدا، ونزيدو نخلطوها ونشوفو. دوك بعدنا كملنا هادي الحشوة هادية، دارت كلاتلي ربع مغارف تاع شوكولا تارتيني هكدايا تكون. دوكا اون باس لو مول شوكولا اللي دوبناها بيان سور. واش نديرو؟ نبداو نديرو في ليمول، ناخدو مغرفة هكدايا ونديرو لهنا ونزيو نمشوها هكدايا كامل لي بور هكدايا. كامل طلعوه كامل حتى للفوق كامل هكذايا. سيو ما ديروش طبقه خشينه، تقدري تنقصي وتعاودي تسقميها. فوالا هكذايا كامل لي بوغ، ما لازمش تخلي الفراغات هكذايا. مليح مليح تمشيها هكذايا،
دونك نديرهم كامل نخلوها تبرد باش نديروا لا فارس هذيك لداخل. كما راكم تشوفوا بعد ما كملت لو شوكولا ديالي تتاكدوا مليح الا كش ما يكون كش ثقبه ما فيهاش ولا تسقموها بيان. دونك نديروها في الكونجيلاتور تجمد شويه باش نديروا فيها لو فوري هذا. لو شوكولا ديالنا راهو تجمد 5 مينوت في الكونجيلاتور كان سفيزامون باش تحكم روحها. دونك نبداو نديروا لو فوراج هذا هكذايا نعبزو مليح باش تكون بيان شارجي. ولادنا تعجبهم بزاف على بالي بلي تعجبهم هكذايا. هكذا راح يكون واحد الكروستيون داخل فريمون على بالي مام نتوما وتاكلوهم. حنا نقولو للدراري بصح حنا اللي ناكلوهم جبلي ربي. فوالا دوك نكملو كامل ونزيدو طبقة رقيقة تاع الشوكولا باش نغلقو هاد الحبة. شوفوا معايا بعد ما كملت لو فوراج تاعنا دوك الحبة تاع البندق نديرو لها هكا بالمغرفة نحفرو على بلاصتها ونديروها نديروها لداخل. فوالا هكذايا ونعاودو نسقمو هاديك لا فارس. تحبوا ما ديروش البندق سي ا فوتغ شوا بصح بالبندق راح تجي بنينه بزاف. ولا ديروا لا حبه لوز ولا حبه كاوكاو اللي حبيتو هكذايا وندخلوها لداخل ونعاودو نسقمو هكذايا. دوكا واش قعدنا غير نغلقو نديرو القاعده تاع الحبه ديالنا هكذايا نمشوها مليح نعمرو هادوك الفراغات هنا هنا نعمرو مليح الفراغات تاعنا باش كي نحو الحبه تجينا شابه. دونك نكمل كامل الحبات نديرهم في الكونجيلاتور ونوريكم كيفاش جا. اي فوالا لو شوكولا ديالنا راهو واجد. البنه تاع هاد الشوكولا على حسب لا كاليتي ولا كاليتي اللي تخيروها تاع لا تابلت تاع الشوكولا. الا خيرتو كاليتي مليحه بيان سور تجي بنينه. كيما قلنا كيما قلت لكم هديه مليحه للدراري فيها كامل لي فيتامين اللي داخل. واش حبيتو تزيدو لها زيدو لها حاجه اللي فيها الفايده للدراري ديروها لهم داخل. تقدروا مام تحطوها للضياف ولا العرضه ولا حاجه بريزونطابل وبنينه. دوكا مبقى لي غير نفتح حبه لداخل ونشوفو كيفاش جات. بنينه ما قدرتش نهضر من البنه فريمون جا واحد الكروستيون ما عندي ما نقول لكم. جات هايله هايله هايله. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتخلوا لي تعليق. ما تنساونيش ام تي جيم كومونتير وبارطاجيو ماكسيموم سيل فو بلي. وبون ابيتي والسلام.